بمشروع أبني وطني، جائزة أطلقتها المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة فيما يختص بريادة الأعمال لتعريف الطلبة بطرق إنشاء المشروعات الريادية المنتجة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. استفادة كبيرة من قبل الطلبة والشركات الطلابية، تم تعريف الطلبة بأسس إنشاء المشاريع التجارية أو مشاريع أعمال ومشاريع صغيرة والمتوسطة. طبعا رفد نقطة مهمة، رفد اقتصاد الدولة من خلال المشاريع الطلابية والشركات الطلابية الصغيرة والمتوسطة. 40 مشروعا تجاريا ضمه المعرض المصاحب للجائزة، تمثلت في محور الأفكار الريادية ومحور المشروعات التقنية والمشروعات الحرفية، بالإضافة إلى ركن المشروعات المستدامة. أنا سعيد جدا وأنا أنصح الطلبة منهم يقدموا أفكار دائما تنمي في اقتصاد الوطن وتسعي لرقية. تطبيق عملي لما يتم تعلمه في البيئة الصفية ويتم تطبيقه ونقله في الميدان بصورة مشاريع حرفية يدوية وتقنية أيضا. وهذه الجائزة تهتم برؤية عمان 2040 التي تهتم هذه الرؤية في الاقتصاد العماني وريادة الأعمال أيضا. شاركت يعني عرفت ناس على المشروع، حصلت يعني فرص ان مثلا مع الناس اللي هم يقدموا مثلا عروض تمويل وما تمويل واشياء كذا. والسنه احنا سوينا تعاون مع شركه صينيه اللي هي شركه تاتس، ف يعني في بيننا احنا ربط قوي الحين، وسوينا يعني فيلم قصير كذا، فيلم وثائقي عن الموضوع بشكل عام. هذه الجائزه تقام في سبيل نشر ثقافه الاعتماد على النفس والوعي باهميه تنفيذ دراسه الجدوى الاقتصاديه والتاكيد على اهميه التسويق والعلامه التجاريه في نجاح المشروعات الرياديه. هذه المعارض تمثل مساحة للطلاب لإبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم الريادية ولرفض أفكارهم لسوق العمل. بلقيس بنت خليفة المكتومية، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة.